مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من لندن مازن التميمي الكاتب السياسي. اهلا بك استاذ مازن. بدايه، وفقا لمجله ناشونال انترست، فان الميليشيات المواليه لايران تصر على تولي فالح الفياض حقيبه الداخليه. كيف تقرا اصرار الميليشيات بهذا الشكل على الفياض، وما طبيعه المكاسب المراد تحقيقها من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك والقناة. ليس مستغربا أو غريبا أن تفرض الميليشيات دورها وقوتها على المشهد السياسي، لأنه أساسا الميليشيات هي القوة الأكثر بالشارع العراقي، وهي سطوتها أكثر من سطوة الحكومة. وبالحقيقة لا توجد هناك حكومة، وإذا كانت هناك حكومة ضمن هذا التوسط فهي حكومة ميليشيات، والميليشيا هي من يصدر القرار. والدليل واضح، بدليل أنه كل التقارير الدولية تشير إلى أنه في العراق ميليشيات تتحكم، وميليشيات تخطف ولديها سجون سرية وتقتل وتذبح، وكل هذه المسميات الحقيقة فعلا واقعة بالعراق، لأن حكومة ضعيفة، حكومة غير قادرة على أن تسيطر على السلاح بقدر ما انه السلاح منتشر على مستوى كل الميليشيات وبشكل كبير. وبالتالي نعم، الصوت الاكبر والطاغي هو صوت الميليشيات. حتى الرئيس الوزراء الذي جاء بالتوافق جاء بتوافق ميليشيات، وسمعنا تصريح هادي العامري عندما قال نحن من اختار عادل عبد المهدي ووافق على كل طلباتنا وشروطنا، وبالتالي لا يستطيع ان يرفض ما نريده. اذا حتى رئيس الوزراء اجى بتوافق كان الدور الكبير فيه للميليشيات، والميليشيات هذه جميعها سطوتها وقوتها مستمده من ايران تحديدا، لان ايران تريد للميليشيات ان تكون صاحبه الصوت الاعلى داخل الحكومه العراقيه او داخل المشهد السياسي. ولكن استاذ مازن، اذا اتينا الى نقطه فالح الفياض، من يقف امام هذا الموضوع بتصريحاته وبموقفه هو مقتدى الصدر الذي رفض ان يرشح فالح الفياض او يتسنم هذا المنصب؟ برأيك هل مقتدى الصدر مؤثر لدرجة أنه قد يمنع الفياض من أن يتسنم هذا المنصب؟ احنا تعودنا على مقتدى الصدر الشعارات والتهديد والوعيد، وبالمحصلة بالنهاية يخضع، وبالتالي ربما يبرر موافقته أنه ضغوط خارجية مثل ما حصل في اختياره للمالكي عام 2010 أو 2014. إذا حتى مقتدى الصدر يختلف مع موضوع الفياض او يختلف مع التيار العامري ليس على لمصلحه العراق او ليس لقضيه وطنيه، وانما لقضيه المنافع والمغانم والمحاصصه التي ممكن ان يستفيد، او الموقع اللي ممكن ان تستفيد منه هذا التيار او ذاك التيار. لانه الحكومه فصلت على اساس المحاصصه وعلى اساس التوافق. اولا مقتدى صدر يعترض على فالح الفياض، ليش فالح فياض؟ الم يكن جزء واحد قاده المشهد السياسي بالعمليه السياسيه؟ الم يكن مستشارا للامن الوطني في العراق؟ فبالتالي هذا المنصب يعني ليس اقل من منصب وزير الداخليه، ولكن يريد ان مقتدى صدر ان يوصل للشارع العراقي على انه ما تفرض عليه المواقع ولا يستب يصادر قراره، فهو يعترض، ولكن في المحصله هذا ضحك على الزقون. المقتدى هو جزء من العمليه السياسيه. هنا ناتي الى نقطه طرحتها صحيفة ناشونال انترست التي ذكرت بأن ما يحدث في العراق الآن هو صراع شيعي شيعي. أنا لن أطرح فكرة هذا الصراع، سأسألك فقط هل تعتقد أو تصدق بوجود فكرة صراع شيعي شيعي في العراق؟ لا يوجد صراع شيعي شيعي، بدليل كل القوى الشيعية أو ما يسمى بالتحالف الشيعي جميعها تقاتل ومستعدة أن تقاتل إلى آخر لحظة للدفاع عن العملية السياسية وحماية العملية السياسية. جميعهم يتفقون على بقاء العملية السياسية، وهي عملية معروفة بائسة وفاشلة ودمرت العراق. لا مقتدى صدر سمعنا يوما يطالب بإسقاط العملية السياسية، ولا الفريق الآخر اللي يزعم العامري أو المالكي. جميعهم يلتقون في الدفاع وحماية العملية السياسية وبقاء إيران الرقم الذي يحرك هذه العملية السياسية ويقود العملية السياسية. أما الخلاف والصراع نعم موجود على المغانم، على المكاسب، على النهب، على السرقة، على أي وزارة تنطي عائد أكثر، كيف تستطيع هذه الوزارة أن تمول هذا التيار أو ذاك الحزب. أما كصراع شيعي شيعي لا يوجد صراع شيعي. طيب الآن برأيك إلى أين تتجه الأوضاع في العراق في حال تولت الميليشيات إدارة وزارتي الداخلية والدفاع؟ وكما تفضلتم هم مسيطرون على الأرض بالسلاح وبالأفراد، ما الذي قد يتغير؟
لن يتغير شيء طالما إيران هي من يقود المشهد السياسي في العراق، وكل ما يجري في العراق هو تحركه إيران، وقاسم سليماني له الدور الأكبر، وحتى عملية الصراع بين مقتدى الصدر والهادي العامري والتيارات الأخرى. دائما إذا يحدث أي خلاف يدخل قاسم سليماني على المشهد ويحاول أن يهدئ الجو بالشكل الذي يوحي وكأن هناك فريق يعترض على سياسة إيران وفريق يؤيد على سياسة إيران، ولكنهم جميعهم أمام للحقيقة جميعهم كومبارس، أدوارهم منفذة لما يقوله قاسم سليمان. فبالتالي داخلية إذا كانت في قاسم فالح الفياض أو غير فالح الفياض، إذا كانت الداخلية جاءت بمرشح يقبله الصدر أو لا يقبله الصدر، نتيجة واحدة، كلاهما يخدم المشروع الإيراني الفارسي. نعم. ويراد هذه الوزارة أن يكون الأمن بس تحت بالمطلق تحت سيطرة إيران. في سؤال الأخير لكم أستاذ مازن، مضى أكثر من 7 أشهر على الانتخابات النيابية، لم يتم تشكيل حكومة كاملة حتى هذه اللحظة، ماذا بقي من شكل العراق كدولة؟ لا توجد دولة بالعراق، بالعراق توجد مافيا تحكم وتوجد عصابات وميليشيات هي التي تحكم العراق، وبدليل أنه لكل ميليشيا سجن ولكل ميليشيا سلاح ولكل ميليشيا لها قانون وهي من تفرض، وبالتالي الدولة لا فيها قضاء. يعني حتى الآن في تقريركم يقول أنه القضاة العراقيين أو القضاء يحكم بدقيقتين وينفذ حكم الإعدام بدون محكمة، السجون السرية، التهم الكيدية، فهذه ما موجودة بأي دولة بالعالم. بالتالي لا يمكن أن نسمي في العراق دولة إلا اللهم نقول دولة ميليشيات، دولة عصابات، أما دولة لا فيها قانون ولا فيها ديمقراطية ولا فيها حرية ولا فيها استقلال للرأي ولا طائفية تسود والحكم الأجنبي هو من يقود، فكيف نقول على دولة فيها أكثر من 20 ميليشيا وهذه الميليشيات هي من يسيطر على 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 الوضع بالداخل؟ فلا توجد دولة، دولة ميليشيات ينطبق عليها الوصف. من لندن مازن التميمي الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك.